لي معكم أيها الإخوة في هذه الخطبة كلمتان. الكلمة الأولى عن ما يجري في بلادنا هذه في هذه الأيام، حتى كدت أقول أي مجتمع نحن؟ هل نحن مجتمع مسلم أم نحن مجتمع نصراني؟ ما هذا الذي يجري في المحلات التجارية وفي شوارع الدوحة من الاحتفالات بما يسمى عيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح عليه السلام، أو ما يسمونه الكريسماس، كأننا في بلد أوروبي مسيحي. طيب لا نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحتفل بعيد الكريسماس، نقيم شجرة الميلاد 4 أمتار و5 أمتار، تقيم ذلك محلات تنتسب إلى عائلات مسلمة معروفة من انتسابها إلى الإسلام. ما هذا؟ هذا معناه الأمة بتتنازل عن شخصيتها الإسلامية؟ الإسلام يحب أن نظل متميزين بإسلامنا، هم يحرمون علينا بناء المآذن. لازلنا الأسبوع اللي فات متكلمين عن هذا الأمر، بناء المآذن حرموه علينا ويوشكون أن يحرموا بناء المساجد. 41% ممن جرى عليهم استطلاع في فرنسا يعني يمنعون بناء المساجد، و47 يمنعون بناء المساجد والمآذن حتى المساجد. هل يستطيع المسلمون في أوروبا وفي أمريكا وهم ملايين في بعض البلاد أن يحتفلوا برمضان والأعياد في وسط هذه المدن كما يفعل بعض الناس في بلادنا في داخل مدننا الإسلامية العربية في الجزيرة العربية؟ هذا معقول؟ ما الذي حدث لهذه الأمة؟ أنا أنادي هؤلاء التجار، أمن أجل ما مكسب يعني بيعمل هذا عشان يكسب؟ اللي عايز يشتري جاي حيجي ياخد من غير ما تعمل هذا. لماذا تظهر الاحتفال بدين غير دينك في الوقت الذي يدورون علينا، في الوقت الذي يمنعوننا فيه من إقامة شعائرنا، من بناء مئذنة جميلة الصورة تعتبر من المعمار الرائع الجميل حتى من غير مسألة الناحية الدينية؟ أحببت أيها الإخوة أن أبلغ رسالتي وأنذر قومي وأقول لهم هذا حرام وهذا عيب وهذا لا يليق وهذا يدل على غباء في معاملة الآخرين وعلى جهل بما يوجبه علينا الإسلام في هذه القضية. القضية الأخرى أنا أقول فيها كلمة قصيرة. أوباما خد جايزة نوبل للسلام، ولا أدري لماذا أعطوه جائزة نوبل للسلام. ما الذي حققه السيد أوباما حتى يستحق جائزة السلام؟ لا حدث سلام في العراق، ولا حدث سلام في أفغانستان، ولا حدث سلام في الصومال، ولا حدث سلام في أي بلد، حتى لم يستطع أن يلزم إسرائيل بإيقاف الاستيطان، وسحب الجنود بعض الجنود من العراق ليوصلهم إلى أفغانستان. يعني من حرب إلى حرب، من سفك دماء إلى سفك دماء، ولم تزل الدماء تسفك في العراق، ولم تزل الدماء تسفك في
أفغانستان، وأضيف إليها باكستان، وأضيف إليها اليمن، وأضيف إليها السودان، وأضيف إليها ما أضيف. العالم في حرب يغلي، فعلى ما يأخذ السيد أوباما جائزة